أرماك مبينة أحسن. الحمد لله أخي، صرت أحسن بكتير. رح تصير أحسن من هيك كمان. قال الدكتور رح يفصل الجهاز بعد شي يومين، بكفي إنه تاخد أكسجين مرتين باليوم. شو هالخبر الحلو هاد؟ فرحت لك كتير أرماك. أرماك، خاتمك كتير حلو. كنان هدانية؟ أي، اتفقنا سوا أنا وأرماك، نحن رح نخطب بأسرع وقت. كتير حلو هالخبر، ألف مبروك. شو في إبرو؟ مبين إنك ما فرحتي لهالخبر، ليش تغير لونك؟ أنا أكتر حدا بده سعادة كنان بهالدنيا هاي، هو بمثابة أخي. الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا، ألف مبروك. فرحت لكم اتنيناتكم. ألف مبروك، منيح ما رحتوا للعرس فورا. حلو، هيك بتمشوا المراسم خطوة خطوة. حياتي لو سمحت. حبيبتي شبك، شو حكيت؟ عم قول رأيي وبس. بس هيك مو عم تستعجلوا شوي أرماك؟ لازم تتعافي بالأول. أنا يلي بدي هيك أخي، قلت منخطب هلأ وبس اتعافى منكتب الكتاب ومنعمل العرس. وأنا رأيي هيك، كتير منيح يلي عملتوه، ما في داعي تطوله. معناتها لكن خلينا نحتفل بهاليومين المهمين، شو رأيكم؟ شو اليوم المهم التاني؟ هزال؟ افتتاح مطعمنا؟ نعمل خطوبتكم بمطعمنا، وأنا رح نظم كل شي. اعتبروها عم ساهم بسعادتكم. اي طبعا، بالآخر انتي منشأ سعادتنا. اي اكيد، نحن تعرفنا بفضلك. برأيي ليش لا؟ فكرة حلوة، شو رأيك حبيبتي؟ أنا ما بتفرق عندي. معناتها تعالوا بكرة لنشوف شو رح نعمل ومننظم كل شي، متأكدة رح يكون كل شي حلو. منروح مو هيك حبي؟ وغير هيك كمان كان في فكرة ببالي منحكي فيها هنيك. موافق. أهلين فيك بعائلتنا يا صياد السمك. أهلين فيك. بس بهالفترة القصيرة ما رح نقدر ننظم حفلة كبيرة، لهيك رح نخليها على الخفيف، أهلية محلية، العيلة وبس، شو رأيكم؟ على القليلة بعزم رفقاتي المقربين، عيب إني ما أعزمهم. طبعاً حياتي، رح أعزم الدكتور كمان مشان تضل عينه عليكي. إيه منعزمه.